الفكرة إن البنية الأساسية تبتدي من أصحاب القرار اللي هو مجلس الإدارة، الثقة اللي هم بيعملوها عشان ياخدوا رسالة لمصر ويبقوا نافذة على العالم إن دي الرياضة المصرية، ده المجتمع المصري. تاني حاجة إن قيمة نادي مصري ومن أكبر الأندية المصرية لما بيقول أنا هعمل بطولة في مصر، الناس كلها بتيجي جري عشان تلعب، فعشان كده العدد كبير. وحننظم أكتر من تصفيات أولمبية موجودة في مصر، واحتمال نعمل بطولة عالم شاطئية. فإن شاء الله دي بداية، وكله إن احنا نقول مصر هي أم الدنيا. Thank you.